مركز جمانة هو مركز مصرفي مختص بالنساء، يقدم كافة العمليات المصرفية من فتح حساب إلى بطاقات إلكترونية، خطابات ضمان، اعتمادات. أيضا في هذا المركز أكو الخزانة الشخصية. الخزانة الشخصية اللي هي ممكن أنه زبون الجمانة تخزن مجوهراتها أو أوراقها الثمينة بها وفق معايير الإيجار الموجودة لدى المصرف العراقي للتجارة. الفئة المستفيدة في مركز جمانة هم النساء حصراً، فارتئينا أنه يمارسون النساء وهم يستحقون التمييز كل العمليات المصرفية والحياة الطبيعية في مركز مختص بهم. قمنا بتأجير خزائن حتى نقتني المقتنيات الثمينة وأموالنا. أشجع خاصة المرأة ما تقتني هذه الأموال داخل البيوت، فأشجع كل مرأة أنه تجي لهذا المركز، يعني مركز جدا راقي. أنا أشجع المرأة بالنجف أو بقية المحافظات أن تكون لها استقلالية في نظامها المادي، لا تعتمد مثلا زوجها هكا مدخولات المادية ودي عند المصرف أو افتح حساب فيها بحسابك، فتكون لها خصوصية خاصة يفتح حساب وتودع مدخولاتها المادية، تعتمد على ذاتها إذا صاحبة قرار.